السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم تاريخ من الشارع. الشعب المصري معروف أنه شعب متدين بطبيعته، ومعاذ الله لو أن المصريين يبخلوا على جامع ربنا بشيء حتى لو على حساب بيوتهم. بس في مثل مصري بيقول اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع. يا هل ترى المقصود هنا جامع ربنا ولا حاجة تانية؟ معاكم أحمد زاهر وحلقة جديدة وحكاية مثل. قصتنا بترجع لسنة 1517 لما نجح العثمانيين بقيادة سليم الأول انهم يحتلوا مصر بعد هزيمتهم للمماليك بقيادة طومان باي في معركة الريدانية. ومع دخول العثمانيين لمصر ساءت الأحوال الاقتصادية، خصوصا بعد فرض عدد كبير من الضرائب على المصريين، والشخص المطالب بجمع الأموال كان بيتعرف باسم جمع الضرائب أو الملتزم. الشخص ده كان بيدفع الضرائب مقدم للدولة العثمانية ويجمعها هو على طريقته من المصريين أضعاف مضاعفة. وقدام سوء الحالة الاقتصادية للمواطن المصري اللي حتى ما كانش يلاقي قوت يومه، كان من غضبه بيقول اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع، والمقصود هنا جامع الأموال مش جامع ربنا. القصة برضه ارتبطت بمثل تاني، وهي ان اليوم اللي المفروض فيه جامع الأموال يجي يجمع ضريبته وما يجيش، كان المصري بيقول لنفسه بركة يا جامع انها جات منك وما جاتش مني. اشوفكم على خير في حلقة جديدة.